الأعوام السابقة نعتقد أنها بلا أذان ولا إقامة، وينوي فيها المصلي الاستحباب والاهتمام جماعة. هذا بالنسبة للإخوة الذين هم قبل الأعتاب، أنه حينئذ الأعتاب تكون يعني أنزل من الإمام، من يصلي خلف الأعتاب يكون أنزل من الإمام، فعليه ينوي المتابعة ويقرأ مع الإمام. الإخوة الذين هم بعد الأعتاب في المأتم في الخارج يصلون متابعة، يعني يقرؤون مع الإمام، بوجود خلل في صلاة الجماعة فيما إذا تم، لأنه يشترط استواء الصف أو يكون الإمام أنزل من المصلي. والمطلوب من الإخوة أيضا تسريع في مسألة تكبيرة الإحرام، مجرد أن نكبر يكبرون بالتوالي مباشرة لكي لا يحصل ارتباك بالنسبة إلى الصلاة. غفر الله لك. الصلاة الصلاة الصلاة. وأن تدخلني في كل خير أدخلتني محمد،
وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآدم صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألت خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك ممن تعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. اللهم صل على محمد. اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الجود والجبروت واهل العرش والرحمه واهل التقوى والمغفره. اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذكرا وشرفا وكرامه ومزيدا ان تصلي على محمد وال محمد وان تدخلني في كل خير ارسلت فيه محمدا وال محمد وان تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا وال محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم اني اسالك خير ما سالك به عبادك الصالحون واعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله اكبر. اللهم اهل الكبرياء والعظمه واهل الذنوب والجبروت واهل العفو والرحمه واهل التقوى والمغفره. اسالك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذكرا وشرفا وكرامه ومزيدا ان تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله ولله الحمد لله خير الأسماء الحسنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أنزلته بك وجكرته إليك